ضربة جزاء النادي الأهلي النهاردة يا جماعة أمام نادي الإسماعيلي غير صحيحة، والحكم ظلم نادي الإسماعيلي في ضربة الجزاء دي. طبعا المفروض إن هي مش ضربة جزاء على الإطلاق، لأن اللاعب ما سببلوش إعاقة علشان ياخد عليها ضربة الجزاء. أما عن الهدف الثالث للاعب المهاري واللاعب القادم من برايتون الإنجليزي لاعب الأهلي الجديدة وصفقة الأهلي الجديدة، الهدف ده أوفسايد. الكلام ده شغال على الساحة الرياضية، وأنا هوضح لك الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. طبعا قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جت في العارضه. في البدايه كده، لو انت اول مره تشوفني او مش مشترك في القناه، فاتمنى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل اخبار الكره المصريه. وما تنساش اللايك الجميل بتاعك، لان اللايك بيخلي الفيديو يظهر لكل الناس اللي عندي على الشانل. قبل ما نتكلم في اي تفاصيل، لازم تبقى عارف انك هنا ما دام بتتفرج عليا سيبك من الانتماء على الاطلاق. يعني كده بمعنى اصح، لو لابس التيشيرت بتاع الانتماء اقلع التيشيرت بتاع الانتماء وتعالى لي بعقلك فقط لا غير، علشان هندردش مع بعض بعقلنا مش بالانتماء، لان الانتماء هيخلي العاطفه بتاعتك تميل مع النادي اللي انت بتشجعه، وده شيء طبيعي المفروض ان انت شخصيا تكون فاهمه. علشان كده تعالوا كده ندردش في اللقطتين دول بكل وضوح مع بعض. اول حاجه طبعا باختصار كده هنتكلم عن ضربه الجزاء اللي هي طبعا اللي تسبب فيها ميكيسوني لاعب النادي الاهلي، واللي بسببها علي معلول احرز الهدف الاول للنادي الاهلي، واللي بسببها معظم الناس شغاله عماله تتكلم وتقول ان دي مش ضربه جزاء وان دي ظلم للنادي الاهلي. عايزك دلوقتي تروح كده بعد ما تسمع الفيديو بتاعي وتاخد رايي، وانت طبعا اكيد قلت لي رايك في التعليقات بخصوص ضربه الجزاء دي، تروح تتفرج على اللقطة من أكتر من كادر. بمعنى تروح كده يا سيدي تجيب اللقطة وتشوفها من الكادر اللي على اليمين والكادر اللي على الشمال، وأيضا الكادر اللي من قدام وأيضا الكادر اللي من ورا. هتلاقي إن اللاعب بتاع الإسماعيلي يا جماعة ما سببش إعاقة لبنكيسوني لاعب النادي الأهلي على الإطلاق. سيبك من الصورة اللي شغالة على الساحة الرياضية، أنا شخصيا شفت الصورة وحاططها لك أيضا قدامك دلوقتي. سيبك من الصورة اللي أنا حاططها لك دي في الصورة المصغرة قدامك على الفيديو دي، سيبك منها خالص، اعتبرها مش موجودة يا سيدي. لان يعني بالفعل انا عايزك تعتبرها مش موجوده، لان انا شخصيا لما شفتها قلت لا دي ضربه جزاء حقيقيه، بس الفيديو اللي معايا اثبت لي انها مش ضربه جزاء على الاطلاق. اللاعب ولا زقه، يعني هو مثلا حتى المعلق بيقول لك الدفعه موجوده والشده موجوده، فين الكلام ده؟ انا ما شفتوش صراحه. عايزك تعيدها بالراحه وتركز فيها، وقلت لك ما دام انت بتتابعني سيبك من الانتماء، فين الاعاقه اللي سببها اللاعب لميكيسوني لاعب النادي الاهلي؟ انا ولا بنتمي الاهلي ولا الزمالك، زي امبارح بقول لك ان ضربه الجزاء اللي دخلت في نادي الزمالك دي ظلم، والمفروض ان اوباما اصلا يتعاقب عليها، ياخد مخالفه عليها، ياخد انذار عليها، لان هو اصلا لو في اي مكان تاني غير الدوري المصري اللي كله طبعا اخطاء تحكيميه كان اخد انذار وش، ما فيهاش فصار ولا جدال في حاجه زي كده. علشان كده انا عايزك انت تفكر بعقلك معايا، الكره دي مش ضربه جزاء، وانا شخصيا بقول لك مش ضربه جزاء. ممكن واحد يطلع دلوقتي ما بيفهمش اي حاجه يقول لي انت ما بتفهمش كوره اصلا، لان الكوره واضحه انها ضربه جزاء. يا سيدي انت، انا مستغرب دلوقتي، انت مالكش حاجه عندي، انت كل اللي ليك دلوقتي انك سمعت رايي انا اللي هو انا بقول لك ان الكوره مش ضربه جزاء، تاخد بعضك دلوقتي زي الفل زي العسل وتجري على ايه بقى؟ وتجري على قناه اون تايم سبورتس اللي طبعا هتذاعها، وطبعا في خبير التحكيمي هيتكلم على قناه نادي الزمالك وعلى قناه النادي الاهلي وايضا على قناه اون تايم سبورتس القناه الرياضيه في مصر، هتشوف كل القنوات دي بتتكلم على اللقطه دي. طبعا فيهم اللي هيقول لك انها ضربه جزاء وفيهم اللي هيقول لك مش ضربه جزاء، بس انت اكيد على ما اعتقد كده فيك عقل وفيك دماغ، من خلالهم طبعا هتستغل فكره ان هي ضربه جزاء صحيحه ولا لا، او هي ضربه جزاء حقيقيه ولا لا، طب الحكم ظلم الاسماعيلي ولا لا، ده كله انت هتعرف تميزه بنفسك من غير ما حد يقول لك الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. انا شخصيا كاحمد القاضي بقول لك الكره مش ضربه جزاء، لان هي بالفعل مش ضربه جزاء. اللاعب يا دوبك كده يا جماعه حط ايده على ايد اللي من قدام، وبعد كده ايده الثانيه كانت في ظهر اللاعب، ولكن ركزوا شويه بس، انا عايزك بس تشوفها بدقه، بكل دقه عندك تركز فيها، هتلاقي ان اللاعب ولا زقه ولا دفعه زي ما قال المذيع. ما هو انا زيك كده في الاول بناء على كلام المذيع وبناء على اول لقطه قلت انها ضربه جزاء، ولكن لما تجيب الفيديو وتفضل تبص على الفيديو بطريقه معينه وبطريقه شيقه وبدقه هتكتشف ان الكوره ما فيهاش اي حاجه. امبارح يا جماعه الزمالك يعني خد ضربه جزاء من لا ضربه جزاء، هي مش ضربه جزاء واخد ضربه جزاء، والنادي الاهلي النهارده اخد ضربه جزاء من لا ضربه جزاء ايضا. هو الحكام بتخاف من الاهلي والزمالك ولا ايه بالظبط؟ ما انا مش عارف حاجه زي كده بصراحه يعني. علشان كده انا بقول لك الكوره مش ضربه جزاء، شوف انت بقى هتكتب رايك في تعليق وتقول لي ايه، انت معترف انها ضربه جزاء ده شيء يخصك، مش معترف انها ضربه جزاء ايضا شيء برضو ايضا يخصك. تعالوا كده سريعا نروح نشوف الكوره اللي هي اوفسايد، اللي هي طبعا الناس كتير جدا بتقول لك انها اوفسايد، وعلى الجانب الاخر ناس ثانيه ايضا بتفهم جدا في الكوره تقول لك ان هي ايه بقى مش اوفسايد والهدف
صح. طبعا بعد رايك اللي هتكتبه في التعليق، انت متفق ان هي اوف سايد مع الناس اللي هي بتقول ان هي اوف سايد، ولا انت مع الناس اللي بتقول انها مش اوف سايد؟ برضه هتكتب رايك في التعليق وتقول لي رايك. اما بقى عن رايي انا فانا بقول لك انها اوف سايد. واحد يجي يا عم يقول لي لا انت شكلك ملكاوي وجاي مع نادي الزمالك وجاي ضد النادي الاهلي وشغال عمال بتقول اي كلام، اقول لك يا سيدي انا ولا بنتمي للاهلي ولا بنتمي للزمالك، انا شخصيا كراجل بشتغل في الصحافه الرياضيه، في شغلتي ان انا بجيب لك الاخبار وبعرضها لك. يعني بالبلدي كده كل انديه مصر بالنسبه لي سواسيه، كلهم بالنسبه لي واحد، ما بجودش النادي معين ولا بنتمي لنادي معين. علشان كده الناس اللي متابعاني عارفه ان انا ما بنتميش لنادي اصلا، وعارفه ان انا ما بتكلمش غير في الصح وما بتكلمش ايضا غير في الحق فقط لا غير. انا شخصيا كاحمد بقول لك ان الكره دي اوف سايد واضحه وضوح الشمس، واضحه وضوح الشمس. الكره دي مش اوف سايد ازاي؟ قانون التسلل او قانون الاوف سايد بيقول لك يا سيدي اي جزء من جسمك يعدي اللاعب اللي قصادك او يعدي المدافع او يكون هو الاقرب لحارس المرمى يعتبر اوف سايد، الحاله ساعتها تكون اوف سايد والحكم يرفع الرايه بتاعته. انا ما اعرفش بقى حكم المباراه بتاعت الاهلي والاسماعيلي النهارده شافها ازاي مش اوف سايد، طب تقنيه الفار او تقنيه الفيديو شافتها ازاي مش اوف سايد، مع ان هي اوف سايد واضح جدا 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 بنسبه 100% من وجهه نظري انا. وهرجع تاني واقول لك يا سيدي روح اتفرج وشوفها، روح اتفرج وشوفها. عايزك انت دلوقتي تروح وتجيب اللقطه دي هي وضربه الجزاء اللي هم اصلا الفيديو معمول علشانهم، هاتهم يا سيدي واتفرج. وعايزك كده بدقه زي ما قلت لك بالله عليك، يعني اتمنى انك تشوف الحاجه بدقه وتشوفها بالعقل وتشوفها بعقلك مش بانتمائك. قلت لك لما تيجي تتفرج عليا انا بالذات في اي فيديو بعمله او في اي حاله تحكيميه بتكلم فيها، اقلع التيشيرت بتاع الانتماء والبس التيشيرت بتاع العقل فقط لا غير، لان الانتماء بيخلي العاطفه بتاعتك هي اللي بتتكلم، والطبيعي ان انت لما بتحب حاجه فالعاطفه بتروح مايله ليها، والطبيعي ان انت هتضلل او هتكذب علشان تطلع النادي بتاعك صح، بتقول الصح صح وبتقول الغلط صح، زي ما تيجي تيجي. المهم ان انت كل حاجه بيعملها الفريق اللي انت بتشجعه صح وما غلطانش في اي حاجه. ولكن انا دلوقتي جاي وبتكلم بقول لك كوره بريستاو اوف سايد، بقول لك ضربه الجزاء بتاعت ميكيسوني ضربه جزاء غير صحيحه، والحكم ظلم النادي الاسماعيلي في مباراه الاهلي والاسماعيلي في اللقطتين دول. تتفق معايا تختلف معايا؟ ده كان رايي وده كان الفيديو باختصار. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل اخبار الكره المصريه.